زي النهاردة 7 يونيو سنة 2003 رحل المشير محمد عبد الغني الجمسي، واحد من أهم وأبرز القادة العسكريين في مصر وواحد من أهم قادة حرب أكتوبر، لأنه كان في الفترة دي هو رئيس العمليات وقت الحرب، وبعد كده أصبح رئيس للأركان بعد الفريق سعد الدين الشاذلي، وبعد كده بقى وزير للحربية. حياة الحقيقة عسكرية كبيرة مليانة بالأحداث اللي عاشها الفريق الجمسي، ومهم أننا نعرف أن الحياة العسكرية ليه كانت فترة الحروب اللي عاشتها مصر في الخمسينات والستينات والسبعينات. حياة تفاصيل كتيرة في حياته وإنجازاته وبطولاته محتاجة مننا حلقات عشان نقدر يعني نوفي الراجل ده حقه. لكن من أهم التراث اللي تركه لنا الجمسي أو مقولاته المهمة يمكن سمعتوها في بداية المقدمة، وهي تأكيده على ضرورة إبعاد القوات المسلحة عن العمل السياسي. قال لك لازم يكون في فصل عشان تفضل مستعدة وجاهزة لمواجهة العدو، ويمكن ده كمان اللي أكده لما قال إن سبب الهزيمة في 67 كان إن القادة الكبار في الجيش بقوا منشغلين بالأعمال المدنية والسياسية وابتعدوا تماماً عن العمل العسكري والتدريب والقتال. من المواقف اللي مهمة ليه جدا واللي مهم اننا نقولها انه عارض اتفاقية كامب ديفيد، وقتها السادات راح شايله من وزارة الحربية اللي هي الدفاع في الوقت الحالي. الكلام ده كان سنة 1978، وكتب في مذكراته حوالين حرب اكتوبر، ويمكن من اهم المقاطع اللي كانت في المذكرات هو المقطع اللي قدام حضراتكم ده، ان الرجل العسكري لا يصلح للعمل السياسي قط، وإن سبب هزيمتنا في 67 هو اشتغال وانشغال رجال الجيش بالألعاب في ميادين السياسة، فلم يجدوا ما يقدمونه في ميدان المعركة. حياة وتراث كبير، تراث الجمسي العسكري، لازم ولابد أنه تتعلموا الأجيال الجديدة في القوات المسلحة. يبقى عندنا شخصيات كده بيدرسوها لهم، أكيد ده موجود بس محدش عارف هم بياخدوا السيرة الذاتية أو حياة مين، لأن الحياة الجمسي أو التراث اللي سابه ممكن يكون جرس إنذار مهم جدا أن انشغال القوات المسلحة بالسياسة والحياة المدنية والاقتصاد ده هيكون ليه مخاطر كبيرة جدا اللي هيدفعها كل الوطن.